نقف، كيف التقوى؟ وما هو هذا الزاد؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصى بها حبيبه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، ووصانا صلى الله عليه وسلم بقول اتق الله حيث ما شئت، اتق الله حيث ما شئت، في أي مكان شئت، في أي مكان كنت اتق الله. انظروا إلى هذا التعريف الجميل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يا من يريد النجاح، يا من يريد الفلاح، يا من تعلم أن الله خلقك لعبادته، يا ابن آدم، يا ابن آدم الذي قال الله له اهبطوا في الأرض ولكم في الأرض مستقر ومتاع، على طول إلى متى يا إخوان؟ إلى حين، إلى حين، ثم المرجع إلى الله جل جلاله، إلى حين تعلم أنك راجع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول رضي الله عنه علي بن أبي طالب في ذلك التعريف الجميل، يقول تقوى الله، احفظ هذا التعريف واجعله بين نصب عينيك، تقوى الله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هي الخوف من الجليل، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. إذا عرفت هذا وحفظت هذا أخي، اجعله بين عينيك، فمن أعلى شعرة في رأسك إلى أخمص القدم، إذا أردت النجاة يا أخي، من أعلى شعرة في رأسك إلى أخمص القدم اعرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فستجد السعادة في الدنيا والآخرة، فستجد قول الله جل الله في كتابه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العينان لا تنظر إلا فيما يرضي الله، العينان لا تنظر إلا فيما يرضي الله، اللسان لا ينطق إلا بما يرضي الله، اليدان لا تبطش إلا بما يرضي الله، الجوف لا يدخله إلا ما يرضي الله، الرجلان لا تذهب إلا ما يرضي الله. لا أريد الإطالة عليكم، ولكن يا أخي كن كيسا كما قال صلى الله عليه وسلم، الكيس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، فما تخفي والله ما تدري، والله ما تخفي لك الأيام تحت ستور.